السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد ان شاء الله شرح الاسئلة الصح والغلط كلها بتاع البطين تقاضوة. احنا خدنا قبل كده الا ام والا كونو، وهنكمل انواع البطنطات قضوة ان شاء الله النهاردة. احنا قلنا في الشرح ان البطنطة قضوة بناخدها واحنا عندنا 18 سنة، وبتسوق بيها الموتو تشيكلي البوتنسة بتاعته لغاية او نون سوبريور لغاية 35 كيلو وات، والبوتنسة بتاع البيزو بتاعته لغاية ما تطلعش فوق زيرو دوا نون سوبريور زيرو دوا. قلنا زيرو دوا مع القضوة وزيرو اونو مع الاونو عشان ما نتلخبطش، وكمان بتمكنك بتسوقي التريت شكلي او موتوري. وقلنا الكتلة بتاعته او القوة بتاعت التريت شكلي لغاية 15 كيلو وات. وقلنا ان التريت شكلي متشابه هو والاون والقضوة شكل بعض لغاية فيني 15 كيلو وات. وبتسوق بيها كمان المكنة اجريكولي الجرار الزراعي اللي الليمت بتاع الساجوما الكتلة بتاعت الهيكل بتاعته زيها زي الموتو فايكولي الدراجات النارية. وممكن تعملي البطنطة بعد ما بتعملي البطنطة قضوة بتقعدي على الأقل من ودوة أني سنتين اتنين، ممكن تعملي بعدها البطنطة هيبقى عندك 18 تستني سنتين يبقى عندك 20 سنة، ممكن تعملي البطنطة حتى لو انتي عندك أقل من 24 سنة، لأن لما بتيجي تعمليها أول مرة لازم على الأقل ألمنو لو انتي ما خدتيش قبلها القضوة ولا حاجة بيبقى عندك 24 سنة. انما انتي لو واخده القضوة وقعدتي سنتين 18 وسنتين 20، في الحالة دي ممكن تعملي البطنطة وبتسوقي بيها كل انواع الموتو تشيكلي كل الانواع، بس ما عدا التريت شكلي او موتوري اللي بوتنسيته فوق 15 كيلو وات لازم على الاقل منه يبقى عندك فينتونو اني 21 سنة عشان تقدري تسوقيه جوه الحدود الايطالية صولون ايطالي. 3 حاجات زي ما قلت لكم دايما صولون ايطاليا جوه الوحدة بتاعت البطنطة دي. طيب نقرا بقى يا جماعه اول سؤال. اول سؤال من الاسئله اللي انتم شايفينها قدامكم كده، احنا عملنا مراجعه سريعه كده على القضوه. بيقول لبطنطه دي كاتيجوري قضوه بوي اسر كونسيجويتا سولو سي، بيقولك ان انت هتسوقيها فقط سي جا نون بوسيسو ديلا البطنطه دي كاتيجوري اونو. بيقولك اهو فقط اذا كنت انت معاكي الاونو وخدتيها فقط في الحالة دي هتسوق بيها القضوة، يعني هتسوق القضوة دي هتاخديها او هتاخدي الرخصة بتاع القضوة فقط اذا كنت انتي معاكي او حصلتي على البطنطة الاون. طبعا غلط، ما انا يمكن انا عندي 18 سنة وعايزة اروح اعمل القضوة دلوقتي وانا ما معيش الاون ولا حاجة، فما فيش علاقة. طبعا مش عشان اعمل بطنطة عالية لازم يبقى معايا اللي اقل منها عشان اقدر اعملها، طبعا غلط. تاني واحدة بيقول لبطنطة دي كاتيجوري أضواء كونسنتيتو دي جويداري سولو تشيكل موتوري، هتسوق التشيكل موتوري والكوادرو تشيكل ليجيري. طبعا غلط خالص الضمان ده، لأن الكوادرو تشيكلي الكوادرو تشيكل ليجيري والتشيكل موتوري بالبطنطة مش بالأ أونو خالص، فملهاش علاقة. طبعا بتسوقيها بتسوقيهم أصلا، هو هنا بيقولك فقط دول اللي هتسوقهم. طبعا غلط، دول بتوع الا ام يعني اول بطنطه واسهل بطنطه، فطبعا مع القضوه هتسوقيهم كلك وهتسوقي حاجات اكتر من كده بكتير. نمره 3 لبطنطه دي كاتيجوري دوا نون كونسنتيتو دي كوندورا الكونا التيب دي التريت شكل اموتوري، بيقولك مش مسموح لك تسوقي بعض انواع التريت شكل اموتوري مع البطنطه قضوه. لا طبعا مسموح، احنا قلنا بنسوق التريت شكلي او موتوري اللي هي البوتنسة بتاعته لغاية 15 كيلو وات، انما هنا بيقولك مش مسموح تسوقي بعض الانواع. لا طبعا مسموح لي ان انا اسوق، فنون كونسنتيتو دي طبعا في النقطة دي انا غلط عشان كده. نمرة 4 كل بطنطة دي كاتيجوري اضواء سي بوسون كوندورا الموتو تشيكلي هتسوق بيها ايه بالاضواء الموتسيكل كون وسنسا كوريتسيتا اللي بعربية مصحوبة جنبه او من غير البوتنسة بتاعته فينو لغاية 35 كيلو وات لغاية 35. هي دي بقى يا جماعة اهم حاجة الضماندة دي تحفظوها، هي ديت اللي صح في البطنطة القضوة. الهم حاجة البوتنسة لغاية 35 كيلو وات، وبتسوي بيها كمان بوتنسة بيزو اللي التقل بتاعها نون سوبريور زيرو دوا، وقلنا دوا زي زيرو دوا الاتنين فيهم دوا ودوا هيت. وبيقول لك بوركي بشرط نون سيانو دريفاتا داونا
فيرسيوني ديلا الستيسا موديلو كي سفول بيد الدوبيو ديلا البوتنسا مسموها. بس بقولك بشرط ان ما يكونش فيه معمول فيها تعديل في النسخة الأصلية بتاعتها تجيب لك ضعف القوة أو الدوبيو، يعني ما يبقاش فيها تعديل يعني فيما معناه. هي دي الضمانة الصح أو الشاملة بتاع الأرقام بتاع الأضواء كلها، ان هي البوتنسا بتاعت الموتوتشيكل لغاية 35 كيلو وات وتزيرو دوا مع العضو تبقى صح على طول. نمرة 4. نمرة 5 بتقول لاباتنتا دي كاتيجوريا أضواء أبيليتا أنكي ألا جويدا دي الفيكول، بتمكنك بتسوق ايه بالأضواء؟ كي سي بوسنو كوندورا كون لا باتنتا أ أونو وأ إم. طبعا صح، لأن هما الاتنين ايه الاتنين قبلها، يبقى أي حاجة قبل الأضواء هتسويها اللي هي الأ أونو والأ إم. نمرة 6 بتقول لاباتنتا دي كاتيجوريا أضواء بو اسر كونسيجويتا بتعمليها داكي المينو فينتي عنيت وانت عندك 20 سنة. طبعا غلط، انت بتعملي القضوة وانت عندك 18 سنة مش 20 سنة، فهتبقى غلط على طول. اللي بعدها نمرة 8 8، معلش نمرة 7، معلش انا بتلخبط في الارقام. نمرة 7 لابطنطة دي كاتيجوريا قضوة بو اسر كونسيجويتو كي المينو دي تشطو اني ات، اهي هي دي الصح بقى. اللي فوق منها هي اللي غلط، 20 سنة لا، هي لغاية 18، بيقولك على الاقل يبقى عندك 18 سنة ممكن تعملي البطنطة اللي هي قضوة. نمرة 8 بتقول كل بطنطة دي كاتيجوريا قضوة سي بوسن كوندورا الموتو تشيكلي هتسوقي الجرار عفوا الموتوسيكل الموتو كون او سينسا كورتسيتا اللي بكرسي مسحوب او من غيره دي بوتنسا فينو لغاية 25 فينتي تشينكو كيلو وات. لغاية هنا والضمان ده تقفي ما تكملهاش اساسا لان هي غلط. مع الباطنطة اضوى لازم بيقولك بوتنسا فينو لغاية 25، لا هي لغاية 35 مش 25، فطبعا الضمان ده غلط من غير ما تكمليها. ويقعد يقولك من غير النسخة المستمدة وتزيرو دوا، جايبلك حتى رقم زيرو دوا اهوت، يعني ايه ويلخبطك بشوية. نص الضمان ده الاخراني صح، انما الحتة الاولانية بتاع البوتنسا فينو لغاية 25 دي هي اللي غلط طبعا، فالضمان ده غلط على طول من قبل ما انتي تكمليها. ندخل على اللي بعد منها، بتقول نمرة 9 التوتولاري ديلا الباطنطة دي كاتيجوريا أضواء. بقولك لما بتحصلي على الباطنطة أضواء بوي اسر كوندورا بتسوقي بيها ايه؟ انكيلا ماكينة اجريكولو، بتسوقي بيها جرار زراعي كيرين ترانو نيل ليميتا دي ساجوما دي ماسة دي ديل موتو فايكول. يعني بقولك بتسوقي بيها، بتمكنك تسوقي بيه القضوة جرار زراعي، كتلة الهيكل بتاعته بتبقى زيها زي الموتو فايكول اللي هي الدراجات النارية، وده صح. نمرة 10 التوتولاري دي لاباتنطة دي كاتيجوريا قضوة. بيقولك لما تاخدي القضوة المينو دو اني على الاقل بتستني سنتين اتنين بوي كونسيجويري لاباتنت اه، ممكن تعملي الا 18 وسنتين يبقى 20 اه. ابيليتا الا جويدا دي توتي الموتو تشيكلي بتسوق بيها كل انواع الموتوسيكلات سولو فقط سي جا ان بوسيسو ديلا الباطنطة دي كاتيجوريا ام اد بيو دي فينتي كواترو اني ات اهو. شفتوا يعني جايب لك نص الضمان ده الاولاني صح والنص التاني بتاعها غلط، يعني هي نمرة 10 دي. يعني مع القضوة بتستني سنتين تمكنك تعملي الباطنطة اه، بس بيقولك بتسوق بيها كل انواع الموتوتشيكلي فقط اذا كان انتي معاكي او حاصلة على يعني عندك الباطنطة قائم وانتي عندك اكتر من 24 سنة. طبعا غلط الضمان ده خالص نهائي، كلها غلط على بعضها اللي من تحت دي. نمرة 11 بتقول التوتولاري دي لباطنطة كاتيجوريا قضوة مع القضوة نون بوي كوندوري الموتوتشيكل، بيقولك مش ممكن تسوقي بالقضوة الموتوسيكل دي شلندراتا سوبريوري اكتر من 150 سي والبوتنسا بتاعته سوبريوري 35 كيلو وات. طبعا غلط غلط الضمان ده، احنا قلنا ان بالقضوة بتسوقي حتى الموتوسيكل مش لغاية 25 البوتنسا بتاع الموتو، لا لا لغاية 35 مش 25، فطبعا الضمان ده كله غلط، هو ملخبط لك الارقام. نمرة 12 بتقول
La patente di categoria A2 ha consentito di titolare di trasportare un passaggero. ممkن تركبي شخص راكب وراكي في الموتوسيكل solo فقط سي البوستو ديلا الباساجيرو إذا كان موجود البوستو أو المكان بتاع الباساجيري، يعني البوست بتاع الكرسي بتاع الباساجيري موجود في الكرسي. بريفيستي سولا كارتا دي تشيركولاسيوني دي الفيكولي، وموجود في الورق بتاع الليبريتو بتاع الموتوسيكل ان انت ممكن تركبي باساجيرو وراكي، في الحالة دي ممكن تركبي حد وراكي وده صح. نمرة 13 اخر واحدة بيقول ايه التوتولاري دي باتنتا دي كاتاجوريا ادوا مع الباتنتا ادوا المينو دو اني على الاقل بتستني سنتين بوي كونسيجويري لا باتنتا اه. ممكن تعملي الا يعني سنتين 18 و2 يبقوا 20 كي ابيليتا الا جويدا دي توت الموتو تشيكلي بتسوقي بالا كل انواع الموتو انكي سي اه مينو دي 24 اني حتى لو انت عندك اقل من 24 سنة وده صح. دي من الضمانات اللي هي صح، زي ما احنا قلنا بنستنى سنتين اتنين بعد القضوة يبقى 20 بنسوق كل انواع الموتوتشيكل. بالتوفيق ان شاء الله.